أمطار الخير والتي همت جل ربوع البلاد كشفت عن بعض المشاكل في البنية التحتية بشوارع الدار البيضاء نموذجا. ويبقى المشكل الرئيسي بالعاصمة الاقتصادية هو الشقوق والتصدعات التي تعاني منها الأحياء القديمة. كنخافوا اللي تريب علينا زعما كاين ملي كتكون شتا كنخافوا، والدار زعما مسقوقة كلها مسقوقة ماشي صحيحة، لكن في الخاطر ماشي زعما صحيحة ولا اللي كتصب شتا صافي كنيسوا روسنا. كرفسنا البارح بالليل راه داك البرد وديك الشارة ما كاين نعاس، الدراري الصغار كيفيقوا، أنا ولادي الصغار فاقوا بالليل ما نعسوش ليا. وكانت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية قد أفادت في نشرة جوية خاصة أن أمطارا عاصفية ستهم السهول الأطلسية الشمالية وشرق البلاد. خلال يوم غد إن شاء الله سيكون هناك انفراجات ابتداء من غرب البلاد وكذلك يوم الثلاثاء، في انتظار إن شاء الله يهمنا واحد اضطراب جوي جديد خلال يوم الأربعاء والخميس إن شاء الله اللي غادي يهم المناطق الشمالية الغربية للبلاد. تساقطات لا محالة ستكون لها انعكاساتها الإيجابية على الموسم الفلاحي. وبالعودة إلى النشرة الجوية الخاصة، فقد تحدثت أيضا على أن البحر سيكون هائجا وأن علو الموج على سبيل المثال بالدار البيضاء سيصل ما بين 4 إلى 5 أمتار.